يوم في حفل ختام أنشطة وفعاليات الرؤية العالمية في منطقة جنين، وهذه المؤسسة الرائدة في العمل كنا قد عملنا بالشراكة معها لمدة 15 عام. خلال هذه السنوات الطويلة نشأت بيننا ثقة متبادلة، وكان هناك دعم لا متناهي لهذه المؤسسة، حيث أنها كانت مؤسسة فعلا رائدة في العمل الذي تقوم به في مناطق مختلفة من كرة ومدينة جنين. هذه المؤسسة نكن لها كل احترام، نشكرها جدا على جميع الفعاليات والبرامج التي عملت بها في المناطق المختلفة من كرة منطقة جنين، وفعلا كان هناك أثر إيجابي واضح في جميع المناطق التي عملت بها، وهذا الأثر سوف نحافظ عليه. وكنا نأمل أن تستمر الرؤية العالمية في منطقة جنين أكثر من 15 عام، ونأمل أن تعود إلينا أيضا في مرة أخرى في برامج أخرى متقدمة. قدمنا مساعدة بالشراكة مع وورد فيجن للشباب، وفرنا فرص عمل من خلال برامج تدريب مهني بشكل سنوي. شراكة وورد فيجن أيضا في كل فعالياتنا الاقتصادية، من مهرجان العنب السنوي اللي كانت انطلاقته الميموني على يد الشراكة الفاعلة مع وورد فيجن، مهرجان التسوق السنوي اللي كانت دائما وورد فيجن شريكة فيه وشريك فاعل أيضا. ما بتحدث اليوم عن شريك فقط، شريك داعم، بتحدث عن شريك على الأرض. شكرا على انكم كنتوا نافذه امل في جنين. متامل ان شاء الله انه يكون في سنوات خير على وورد فيجن وعلى طاقم وورد فيجن في كل فلسطين وفي كل العالم.